ده؟ الله، هو انا يعني عشان عاجز تقوم انت تجري؟ انا مش هعرف اجري وراك. ماشي يا هيبه. عارف يا ابراهيم، انا اتولدت من الوراق عند حته كده اسمها مصنع الكراسي، ما كانتش معروفه بس احنا اللي شهرناها. عارف ليه؟ عشان لما كان عيل يضايقنا ولا حاجة كنا ناخده ورا مصنع الكراسي ونعلم عليه. بس بعدها بقى مبقتش ألعب مع العيال، بقيت أحب ألعب مع كبار عشان أنا بعرف ألعب. كسبت 50 مليون، سبت الوراق وسبت مصر وجيت قعدت هنا. فأكيد مستحيل إن أنا أكررها تاني وألعب مع عيال زبالة زيهم. والله العظيم أنا كنت هقولك، وكنت هقولك على إبراهيم وناوي يعمل معاك إيه، بس يعني ما جاتش الفرصة والله. حبيبي عايز اعرف منك حاجه. ما انا عارف من اول كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعي، وعشان انت جاهله وغبيه مش عارف ان انا كنت عمراني. رومنج يعني ايه يا هيما؟ ها؟ رومنج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. وبما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيكي على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاكي في مصر ردت علي أميرة الأمراء وقالت إيه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشة. عارفة لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت أنت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش أنا اللي عملت كده، ده إبراهيم هو اللي قايل لي إن أنا عامل كل الكلام ده والله. واطية يلا يا واطية. شفتي يا ايما؟ شفتي رجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطية هي بقى ولا مش واطية صح؟ رجوان طلعت واطية صح؟ بقول لك يا باشا الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا لما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده معرفهاش. عيل ذكي بفكرني بنفسي انا شاه قبل ما اعملهم تطلع عيل اهبل. يا ده انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاها، يعني نجوى ما تتصرفش كده من دماغها ابدا. وانا كان كل اللي هامني هي تتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك معرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكم ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب والله. انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا كلكم كلكم وموضوع موضوع الوصل ده كوم. يا لا 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 كانت حلوه، يعني الوصل في الشنطة تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبة. بس اللي أنا عايز أقوله لك بقى إن الوصل ده كان قديم جدا وأنا رميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر، يعني هي ما تعرفش بيه حاجة. كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطة عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارفة يا نجوان؟ أنا شاطر. أنا شاطر. برافو! برافو مروان، برافو. عارفه انا سبتك ليه قبل ما تقضي فتره؟ عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت شغلاني وقعدت فكرت فيها. يا ترى الواد اللي خبطني ده ابني ولا ابن ابراهيم؟ عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتي لي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك والله. لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهاش.
ممكن يكون عندك حق. كده انت ابتديت تفهم، تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصه كده. بس كده يبقى الموضوع اوسخ، لان ازاي يبقى بطنها ابني وتتفق مع حشرة قذرة زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى اساله، انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا انا هبلغ مروان بكل حاجه والله العظيم. بقول لك ايه يا باشا، ما المسامح كريم، ايه رايك؟ احنا غلطنا وانت الكبير، والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكوا، انا بس هعمل فيكوا زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكوا زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. عشان خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك. يلا هقتله ويخلع ولا ايه؟ كده يا مروان، هما دول المصريين في الغربة؟ ماشي، عشان ما تصعبش عليا. اوكي جو جو خلاص جو جو اديك في وش امك خلاص. امضي هنا. طبق من خد رجع اسم مصر القديمة في البوكس، كلبشة في ايدك وفتحها عينيكوا كويس لحسن تهرب تاني. حاضر يا فندم. خش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس دول طيبين قوي، منين ما خلص الشوكولاته اللي في الثلاجه اللي جوه دي وملوها لي تاني. والله طيبين. رفع سماعتي التليفون ليه؟ بكلمك من بدري. انا عارفه يا اخويا، في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرطم بكلام انا مش فاهماه. زعقت له واتخانقت معاه، قلت له اتصلت هنا تاني هعمل فيك واسوي فيك، مفيش فايده. برضك بيتصل. قمت بقى شلت السماعه، اعمل ايه يعني؟ برضك بيتصل. عندي اخبار حلوه. ايه؟ قولوا النبي. هنرجع مصر؟ لا، عماد عرف عنوان الاوتيل اللي ابراهيم قعد فيه وصوره وبعت لي صورته. فين؟ ايه بنحب؟ خلاص عماد مخلي واحد يراقبه 24 ساعة، وأول ما يشوفه مع نجوان أو مع مروان هيبلغني على طول. والنبي أنت من غير عماد ده كان زمانك لايس في شبر مية. طبعًا. ألو؟ يس يس، نو بروبلم، ثانك يو. الراجل بقى اللي كان بيرطم في التليفون كان بيسألك عايزه تنضفي اوضتك امتى؟ اما الراجل بلته قديم الذوق صحيح، وهو ايش عرفه يعني بتنظيفي؟ هو كان يعرف انا بنضف ولا لا؟ كوريا انتي مفيش اي فايده فيكي، وشكلك هتودينا كلنا في داهيه. ممكن بقى كفايه شوكولاته وننزل نتمشى شويه؟ انت كمان باصص لي في الشوكولاته اللي حاطينها لي في الثلاجه. طب يلا اخويا ننزل، عايز اتمشى. انت ازاي تبعت لي رساله يا ابراهيم على الموبايل بتاعي؟ افرض بقى مروان شافها كان زمانه قتلني. طب مش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انت رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا؟ بسبب انا؟ بيعزل بسبب ليه؟ ايوه يا ابراهيم، ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قال لك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعه. وبعدين خلي بالك هو كان عايزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده. مفيش يا ابن الكلب، ده طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا، لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاه بالساهل، يبقى معلش بقى سوري، انت بقى اللي عبيط. وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر هتقتل يا هتحبس. انا قتيل هنا ياما. طب ما تقولي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديك في داهيه؟ ده انا عندي حته خطه هتطلع من نافوخ امه. عشان خاطري يا سوك بلاش كل يوم تنطلي في المستشفى. يا ابلة، المره اللي فاتت كنت عايزك في موضوع وزعلتك، وانا بصراحه النهارده جايه اطيب بخاطرك واقول لك انا اسف. طب انا اصلا كنت عايزك في حوار. ايه الحوار؟ انا تحت امرك، اموريني.
الحاجة انتصار شفتها بتشحت في الشارع، ورحت عشان اطل عليها لقيت جوزها نازل فيها طحن وهي يا عيني عيانة، ولا حمل ده ولا ده. على فكرة بقى جوزها ده زبالة الزبالة، بس بعد ما شاب ودوه كتاب هنطلقهم من بعض يعني؟ معرفش بقى يا سوكا، بس اكيد الموضوع ده لازم حل يعني، مش معقول نسيبها كده. لا لازم نحله الاول، نحل موضوعنا. احنا عايزين الزيتونه تخش جوه السندوتش، وانا تحت امرك بقى احللك موضوع انتصار ليلى دعاء اللي انت عايزاه. موضوعنا ملهوش حل، انا اصلا فواز ما بيكلمنيش من ساعتها. خلاص يا ابله ابطل غنى، هبطل غنى قبل افتح مشروع بتاع عصير ولا بتاع كبده. يا لهوي، لا يا سوكا انا ما يرضنيش. وبعدين افرض سبت موضوع المغنى ده واتجوزتني، تيجي بعد كده تقول انا ضيعت مستقبلي عشان خاطر هاجر وتكرهني ساعتها؟ انا اكره الدنيا كلها الا قبل هاجر. انا بحبك، عارف يعني بحبك. طب اسمع انا هقول لك على حاجه، ما تسيب موضوع الكباريه ده، اعمل شرايط، غني في افراح، وافتح جنبهم مشروع كده، تبقى مسكت العصايه من النص، وانا ساعتها اقعد مع فواز اخويا واقول له لو ما اتجوزت السوكه مش هتجوز تاني. عارف يا كوره، دي مش اول مره اجي المنال، كل مره بجيها بحس استكشفها اكتر من المره اللي قبليها. ايوه المره دي مؤاخذه معلش، ولا ليا نفسي اعمل فيها اي حاجه. ليه كفله الشعر؟ تعرفي انا نفسي استكشف مين بجد؟ العلم عند الله. نفسي استكشفك انت يا كوره. انا؟ ايوه انت. ليه تستكشف فيها ايه بعون الله كده؟ انت طلعتي بنت حلوه قوي يا كوره، بس للاسف الظروف اللي انت نشأتي فيها مخلياكي مختلفه خالص عن البنات اللي في سنك. خلي بالك خلي بالك. الله يكرمك، ده انا الحلو على بتاع ده، حتى الحلو بيجزع. بقول لك ايه، سيبك اخويا من الكلام اللي هو بيودي ولا بيجيب ده، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا اما نوقع اللي اسمه مروان ده، هتسيب الولايه اللي اسمها ليلى اللي حبستني دي كده وتروح وخلاص؟ يا كوريا، اللي حبسك مروان يعني انت عايزه تنتقمي من مروان؟ ليلى دي ملهاش لازمه، دي مجرد آلة بتنفذ. دي واحده بس ردها كده. ماشي. ايوه عماد. ايه ده ايه ده ايه السرعه دي؟ برافو عليك يا عماد. طب اسمع عماد، انا عايز اعرف عنوان نجوان دلوقتي. خلي اللي بيراقب ابراهيم يمشي ورا نجوان ويعرف عنوانها، وكلمني في التليفون على طول وقول لي بليز. طب يا عماد يلا سلام. كان عندك حق لما قلتي لي لو عايز تعرف نجوان فين خليك ورا كبداكي. انت عارفه الاستاذ قاعد مع مين دلوقتي؟ مين؟ مع نجوان. ابراهيم قاعد مع نجوان يا كوريا. قاعد مع نجوان المعفن؟ انت طب انت رايح فين؟ استنى خدني معاك. مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت، وانه نصب على اليونان كلها جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات؟ ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعماله، هخش له تحت بطوه بدراعه اليمين واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، ومدام جاسم عارف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى، جاسم قال لي طالما ان هو عارف ان مروان بعتني عشان اقتله، يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه. بس انا قلت له بشرط، قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجة. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتكم. بص بقى يا ابراهيم، انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه، احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجة؟ يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي اس ام اس لغايه ما انا اكلمك. خلاص يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامه يا اختي. وبعدين يا هيمو.
هايدي جت اهي. وصلت. بابي. حبيبتي ما تخافيش حبيبتي، ما تقلقيش، فترة بسيطة وهتعدي. معلش يا هايدي، أنا مش مصدقة والله. إن شاء الله عدوينك إن شاء الله. والله حرقة قلبي عليك، كيف حرقة قلبي على كوريا بنت أختي لما كانت في السجن. معلش يا بنتي، ياما في السجن مظالمين. إحنا بعد البراءة نرفع قضية على وزارة الداخلية ونطالب بالتعويض ورد الشرف. قصدكم؟ راحة. راحة. أنتوا امشوا، ما تبهدلوش نفسكم معايا. أنا كلمت نادر وقال لي على الكلام اللي هيقوله في اللي هتقوليه في النيابة، هاجي معاك يوميها وأقوله لك. بابي أرجوك ما تسيبنيش. مفيش يا حبيبتي، يعني سيبك نروح فين؟ استنى بس. علاء بيه، عايز اقول لحضرتك حاجه، هايدي بريئه والله العظيم بريئه، لو سمحت ساعتك تخلي بالك منها، وبرائتها هتبان قريب ان شاء الله. ما تقلقش، انا هبعتها عندي في المكتب لغايه ما تتعرض على النيابه الصبح، مش هخليها تدخل الحجز. ما تقلقوش، علاء بيه هيخلي الموضوع سهل جدا عليا، مش كده ولا ايه؟ تعالى ورايا. شد وزور ان شاء الله. ليش يا حبيبتي؟ هايدي قلبي معاكي. اقول لك ايه يا واد تعوم، هو الراجل اللي قاعد ده هو سلومه ولا انا عينيا مدغششه ومش شايفه؟ ده انت نظرك ستة على ستة ويدخلك الكلية بتاعت أمناء الشرطة مرتاحة، هو بعينه بغباوته بشكله العكري. ايه اللي جايبه عندنا هنا يا واد؟ زبون الواد كبداكي قلبه في 105,000 بلبل، فقاعد بقى عشان ينسى. يا خرابي عليك يا كبداكي يا نصاب، يقلب الراجل في 105,000 بلبل ويبعت لنا احنا 10,000 بلبل بس. ما اصل الحدايه ما بتحدفش بلابل، اما اروح اشوف ايه حكايته الراجل ده هو. ايه عليا التعوم بالثلاثه، الام سوكا مدرسه ومدرسه خاصه كمان من ام مصاريف. مدرسه امناء الشرطه. ايه بحبك يا ام سوكا. انا بحبك يا واد يا تعوم. السلام عليكم سلومه. عايزه ايه يا ام سوكا؟ مالك مالك يا سلوم؟ مالك يا اخويا متدهول على روحك كده وقاعد متبهدل وهدومك متهروله ومتطينه عامل زي اولاد الشوارع اللي بيطلعوا لنا في التلفزيون؟ مالك يا اخويا؟ كنت عايش سلطان زماني، كان معايا كل حاجه، فجاه غمضت عيني وفتحتها لقيتني خسرت كل حاجه، الجلد والصقر كل شيء راح، الأوائل راحت وهبتي راحت وفلوسي راحت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما هو أنت أصلك الراجل دون وواطي وخسيس وما عندكش دم وتاكل مال النبي، تاكل مال الشيخ والله اللي في الجامع، عشان كده ربنا لازم يعمل فيك كده هو عادي يعني. والله أنا راجل طيب وغلبان، أنا غلبان يا أم سوكا، لو شفتي جبروت المعلمين الكبار اللي في البلد تقولي علي ولي. أقول عليك ولي؟ طيب يا أخويا بقول لك إيه، قوم روح استحمى، خد لك حمام كده هو ونظف نفسك والبس هدمة نظيفة وما تنكتش على مخاليق ربنا. منك لله يا شيخ نكت عليا، جبت لي اكتئاب ولا ناقصه اكتئابات يا اخويا؟ يا نجم مصر، ينفع يعني الغيبه دي كلها يا سوكا؟ انما انت ايه يا نجمه مصر ما شاء الله عليكي، قلتيها كلمه وما تنتهاش. على الطلاق انتوا اجدع دويتو شفته في حياتي، وانت يا سوكا انت كنت النهارده ايه ما شاء الله عليك ملعلع كده اهو. على فكره الطير المذبوح بيغني احسن من الطير اللي طاير. وانت يا نجمه مصر قلت ايه في الطلب العاطفي اللي انا طلبته منك؟ الله لسه يا اخويا بفكر. نوال نوال ابو سيدي يا نوال، ارجعي معايا البيت يا نوال، ارجعي معايا، انا غلطان، انا ندمان يا ناس، انا ندمان يا نوال. ارجع معاك فين يا راجل يا مخبول انت؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ما انا كنت معاك واستخسرت فيا عشان ترمي للغريبه، هو انتوا كده صنف دون بتتعاموا في عينيكوا لحد ما
يروح منكو. سامحينا يا واد، انا غلطان. بس الراجل ده عمل ايه؟ عمل ايه الجزار المتقاعد ده؟ ضايقك؟ ايوه يلا شيله، ارمي الزباله دي من هنا. يلا انا عايز دواس يا عم. يلا بقى انت على طول. دواس مراد على طول قال الهبته. يلا 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 يا متقاعد. جاتك 60 نصيبة، فكرتني بأيامك السودة. حاولي تاكلي حاجة وتنامي شوية، لأن بكرة هيبقى يوم تقيل عليك، نيابة وتحقيقات وقرف. فارق معاك أوي يومي هيبقى عامل إزاي؟ أكيد طبعا. أنا آسف يا هايدي. على إيه؟ على الوضع اللي أنت فيه دلوقتي. بس صدقيني أنا مش مسؤول عن الوضع ده، ولا حتى أنت. إحنا الاتنين كنا مضطرين لكده. أنت معذور يا علاء، لأنك ما حبيتنيش كفاية عشان تصدق إني مظلومة وتقف جنبي لحد ما أثبت براءتي. كل اللي كان همك إنك تطبق عليا القانون. يا هايدي أنا حسبت الموضوع من كل الزوايا، وخسرت صاحبي ترقيه عشان ما يقبضش عليكي وانت هربانه ويسيبك تسلمي نفسك. دلوقتي الوضع سهل، انك ممكن تخرجي بكفاله. كل الموضوع ان احنا هنستنى اجراءات النيابه. صدقني ما بقتش تفرق لما كل الناس اللي بثق فيهم بيخونوني، يبقى خلاص بره زي جوه. يا هايدي ما تحملنيش فوق طاقتي، انا واثق في براءتك 100%، بس واثق برضو ان البراءه دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس، هو ده الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي. مروان هتعمل ايه؟ ها؟ في ايه؟ في حكاية السفر. سفر ايه؟ ايه يا حليم؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر بره اليونان؟ اه بس لا، انا قلت اجله شوية. طيب ماشي. مال؟ لا مفيش ولا حاجة. مفيش ايه؟ وانا مش عارفك في ايه. اصلي بصراحة كنت عاوزة اقولك على حاجة بس خايفة منك. لا ما تخافيش وقول. خلاص يا حبيبي ملهاش لازمة دلوقتي، خلاص. الله انت اتجننتي ولا ايه؟ بقولك في ايه؟ خلاصي يا حبيبي خلاص. ساعة ما احس نفسي ان انا مش خايفة منك هقولك. خلاص يا بيبي. بيبي ولا بعبع؟ خلاص براحتك. نخش اريح. ما هو قولك فيما ورد بتحريات المباحث من استيلائك بالمشاركة مع زوجك المدعو مروان أبو عرب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي من المال العام؟ أنا ما استولتش على حاجة، ولو تبعت وخدت سير الفلوس بعد ما مضينا ورق البنك هتلاقوا أن طليقي مروان أبو عرب اشترى سندات وصكوك باسمه بقيمة المبلغ ده، وقدر عن طريق السندات دي يهرب كل الفلوس بره البلد. المحامي بتاعي نادر عالم الدين قدم ورق بالكلام ده. يعني أنا زي البنك وقعت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. لكن حضرتك موقع على أوراق البنك مع المدعو مروان أبو عرب بالمسؤولية المشتركة عن رد قيمة الضمان، وده طبعا بغض النظر عن طريقة التصرف في الأموال. ما أنا قلت لك إن أنا كنت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. ما قولك في اتهام المباحث لك بالهرب وعدم الامتثال للعدالة وفقا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقك من النيابة؟ حضرتك أنا عديت بظروف نفسية صعبة بسبب الطلاق وبسبب عملية النصب اللي أنا تعرضت لها، فما كنتش قادرة أتابع الإجراءات القانونية، ولما تابعت وعرفت أن لازم أسلم نفسي جيت وسلمت نفسي بكامل إرادتي. هل ترغبين في امتداد محامي للدفاع عنك في القضية؟ أنا قلت لحضرتك أنا عندي محامي دكتور نادر عالم الدين، بس هو دلوقتي في مهمة برا مصر وهيرجع قريب إن شاء الله، وأول ما يرجع هيتابع القضية. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وتحبس المتهمة احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في حين توقيعك بعد إذنك. يا إيمان أبو ضيف. فندم. عواطف علي. فندم. زينب محمد. فندم. حسنات محمد. اسمك كريمة. جمالات أحمد
مش كريمة، انا اسمي هايدي. انا بقى محفظتك الونس، جايه في ايه يا هايدي؟ انا جايه في العربيه الزرقاء الكبيره دي اللي جابتنا كلنا. نعم يا رحم امك، ما انا عارفه ان انت جايه في العربيه دي. تومتك ايه يا حبيبتي؟ ايه شبيت مستجده ولا ايه؟ لا والله انا مش مستجده، انا ما عملتش حاجه، انا مظلوم. ما كلنا مظاليم يا اختي. ما خرجت انت وهي افندم. وانت امير الانجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زينا كده؟ لا الانجليزي بتاعنا باهي برشه. ايه باهي برشه؟ انا هتبقى مشكلتي معاك في العربي على فكره. بقول لك ايه يا امير، المشوار اللي احنا رايحينه ده كله قلق، فعايزين شغل نضيف، حاجات انيسه يا بيت دي. ها انا الشيخ جاسم شكر لي فيك فما تصغرهوش. اوكي مشيت معاك. ايه مشيت معاك نهار اسود ومنيل. تعالى يا امير. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. انت هتفضل بصيت لي كده ولا ايه؟ ما تشوف لنا مستر اندرو فين؟ وريز مستر اندرو. لا يا شيخ ما فهمتش انا، تعالى. صباح الفل، قول له صباح الفل. جود ايفنينج مستر اندرو. جود ايفنينج سير. قول له ابراهيم كبداكي، يعني زي كنتاكي كده عندهم. شاب مصري جدع. هيز نيم ابراهيم كبداكي، سيم لايك مستر كنتاكي. ايجيبشن جود مان. هاو كان اي هيلب يو؟ شنو تحب منه؟ تصدق انا فاهم الانجليزي بتاعه اكتر من التركي بتاعك ده. بقول لك ايه، قول له ان هو اللي عاوزنا وانه كمان هيطلع بمصلحه عسل. We come to help you and we have something for you. For me؟ خلاص فهمتها فهمتها. قول له كمان مش انت مروان ابو عرب لما اخذ علم عليك في الماظه وطلع منك 1.5 مليون يورو؟ مروان ابو عرب cheated you and took from you 1.5 مليون يورو. That's correct. How did you know؟ قول له ان كبداك يعرف الكفته لما اخذ الكفته. يا امير الكفت يا امير، في ايه؟ قول له ان كبداك يعرف الكفت وانه راجل وجدع و100 100. He knows everything. خلاص كده؟ نعم. قول له كمان ان انا هرجع له فلوسه كلها. He will return all your money. How؟ فهمت. بس قول له ان انا مش هرجع له فلوسه لله وللوطن، واكد على لله وللوطن دي. It's not free. انت بتخنصر في الترجمه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ هي كده الجمله؟ نعم. I can pay him percentage. يعطيك نسبه. لا قول له ان انا مش عاوز فلوس. He doesn't want money. وانه هياخد كل فلوسه متأستكين. متأستكين؟ ابعت اجيب مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليله السودا دي؟ ترجم. We will return all your money. So what he want for that؟ شنو تحب منه؟ قول له مقابل خدمه هبقول له عليها بعدين. He need a service from you. ومش هقول له عليها دلوقتي، بعدين. He will tell you about it later. No problem, but the service must be legal. تكون قانونيه. لا قانونيه لا. بص بقى في دي وانت بتترجم له، ها برق له برق له كده وقول له ان كبداكي مالوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت. برلانت. يلا يا امير يلا يلا. الو سندس بتسلم عليكي كتير، بتقول لي جمالات وحشاني، عاوزاكي تعملي بيض لسعد. حبيبتي يا سندس وحشتني قوي. هايدي ان شاء الله كلها كم يوم وهتبقي معانا. مش عارفه اقول لك ايه. علاء هو اللي سهل لنا امر الزياره دي، هو اللي عمل الاجراءات وقام بكل حاجه. ايه صح، ساعدنا كتير. بعدين يا راجل ما تحسش انه ظابط خالص، تحس انه دكتور، ودكتور سنان كمان. نادر اتصل بيا وقال لي ان عنده محامي اسمه هاني هيبعتهولك يحضر القضيه ويحضر التحقيقات، وهيفضل كده بالتليفون ويبلغه لحد ما يجي. انا خلاص يا بابي مش قادره اصدق حد، انا تعبت من البهدله دي وعايز اخرج باي شكل. عايز اقول لك حاجه، كوريا كلمتني بالتليفون وقالت اخالي الغربه قرصاني، بس انا مستحمله كل ده عشان خاطر هيدا هانم. ربنا يجعل الحل على يدها ان شاء الله. وحشتني المجنونه، بتحبك كتير. وانا كمان بحبها. يا رب بقى كده ترجع بالسلامه ونخلص من القرف ده. ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقوله لي؟ خلاص بقى يا مروان سيبني، طب انا اقول لك لوحدي. ماشي. انا مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات. اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحه كده انا مش طايقاه وخايفه منهم، وبعدين ايه لازمه البودي جاردات؟ ما احنا ماشيين اهو في الشارع وزي الفل، مفيش اي حاجه. يعني ايه مفيش حاجه يا نجوان؟ احنا وضعنا دلوقتي مش زي الاول، احنا عندنا فلوس كتير والعين علينا، وبعدين البودي جاردات دول ايمج، وانا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الايمج ده. مشروع ايه يعني؟ معقول يا باشا تشيلوا بنفسكم وكبداكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش.
حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداك، انت عرفت منين يا ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداك. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه، بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا، شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق. طيب. يعني طيب، اللي طيب، انت عاوزه. طيب طيب خلاص خلاص خلاص، هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك، شغلك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. يلا بينا. اوعى وسع يا نادر، انت عارف انا قد ايه بحترمك وبقدرك، بس انا بقى يا اخي في حاجه محيراني جدا، ازاي انت متخيل ان واحده زي كوريا دي تعرف تضحك على واحد زي مروان؟ اسمع يا عماد، انا عارف ان كوريا فيها مليون عيب، لكن فيها ميزه مهمه جدا بالنسبه لي، ان لو دخل حسابها 50 مليون دولار مش هتفكر لحظه واحده انها تسرق مليون منهم. يا حبيبي ما هم عمرهم ما يخشوا حسابها بطريقتها واسلوبها دول. عماد، كوريا بالنسبه لي جزء مهم من الخطه، بس مش هي كل حاجه. اسمع، خليك انت بس معاهم وانا هفضل معاكم من بعيد لبعيد، ونحاول يا عماد نفضل مسيطرين على الموقف. يس ايجيبشن مروان هتقتله ويخلع ولا ايه كده؟ مروان هما دول المصريين في الغربه. ماشي مش متصعبش عليا. اوكي جو جو خلاص جو جو اديك في وش امك خلاص. امضي هنا. طبق بني خد رجع اسم مصر القديمه في بوكس الكلبشه في ايدك وفتحها عينيك كويس لحسن تهرب تاني. حاضر يا فندم. خش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس دول طيبين قوي، منين ما خلص الشوكولاته اللي في الثلاجه اللي جوه دي وملالي تاني. والله طيبين. رفع سماعتي التليفون ليه؟ بكلمك من بدري. انا عارفه يا اخويا، في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرطم بكلام انا مش فاهماه. زعقت له واتخانقت معاه، قلت له اتصلت هنا تاني هعمل فيك واسوي فيك، مفيش فايده برضك، برضك بيتصل. قمت بقى شلت السماعه، اعمل ايه يعني؟ برضك بيتصل. عندي اخبار حلوه. ايه؟ قولوا النبي. هنرجع مصر؟ لا، عماد عرف عنوان الاوتيل اللي ابراهيم قعد فيه وصوره وبعت لي صورته. فين؟ ايه؟ ايه؟ بنحب؟ خلاص، عماد مخلي واحد يراقبه 24 ساعة، وأول ما يشوفه مع نجوان أو مع مروان هيبلغني على طول. والنبي أنت من غير عماد ده كان زمانك لايس في شبر مية. طبعًا. ألو؟ يس يس. No problem. Thank you. الراجل بقى اللي كان بيرطم في التليفون كان بيسألك عايزة تنظفي اوضتك امتى؟ اما الراجل بلت وقديم الذوق صحيح، وهو مش عرفه يعني بتنظيفي؟ هو كان يعرف انا بنظف ولا لا؟ كوريا انتي مفيش اي فايدة فيكي، وشكلك هتودينا كلنا في داهية. كفايه شوكولاته وننزل نتمشى شويه. انت كمان باصص لي في الشوكولاته اللي حاطينها لي في الثلاجه. طب يلا اخويا ننزل، عايزه اتمشى. انت ازاي تبعت لي رساله يا ابراهيم على الموبايل بتاعي؟ افرض بقى مروان شافها كان زمانه قتلني. طب مش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انت رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا؟ بسبب انا؟ بيعزل بسبب ليه؟ ايوه يا ابراهيم، ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قال لك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعه. وبعدين خلي بالك هو كان عايزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده. مفيش يا ابن الكلب ده، طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا ابني، لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاه بالساهل، يبقى معلش بقى سوري، انت بقى اللي عبيط.
وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر يا هتقتل يا هتحبس. انا قتيل هنا ياما. طب ما تقولي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديكي في داهيه؟ ده انا عندي حته خطه هتطلع من نافوخ امه. عشان خاطري يا سوك بلاش كل يوم تنطلي في المستشفى. يا ابله المره اللي فاتت كنت عايزك في موضوع وزعلتك، وانا بصراحه النهارده جايه اطيب بخاطرك واقول لك انا اسف. طب انا اصلا كنت عايزاك في حوار. ايه الحوار؟ انا تحت امرك اموريني. الحاجه انتصار شفتها بتشحت في الشارع، ورحت عشان اطل عليها لقيت جوزها نازل فيها طحن وهي يا عيني عيانه، ولا حمل ده ولا ده. على فكره بقى جوزها ده زباله الزباله، بس بعد ما شاب ودوه كتاب هنطلقهم من بعض يعني. معرفش بقى يا سوكا، بس اكيد الموضوع ده لازم حل يعني، مش معقول نسيبها كده. لا لازم نحل الاول، نحل موضوعنا. احنا عايزين الزيتونه تخش جوه السندوتش، وانا تحت امرك بقى احل لك موضوع انتصار ليلى دعاء اللي انت عايزاه. موضوعنا ملهوش حل، انا اصلا فواز ما بيكلمنيش من ساعتها. خلاص يا ابله ابطل غنى، هبطل غنى قبل افتح مشروع بتاع عصير ولا بتاع كبده. يا لهوي لا يا سوك انا ما يرضنيش. وبعدين افرض سبت موضوع المغنى ده واتجوزتني، تيجي بعد كده تقول انا ضيعت مستقبلي عشان خاطر هاجر وتكرهني ساعتها؟ انا اكره الدنيا كلها الا قبل هاجر. انا بحبك، عارفه يعني بحبك. طب اسمع انا هقول لك على حاجه، ما تسيب موضوع الكباريه ده، اعمل شرايط، غني في افراح، وافتح جنبهم مشروع كده، تبقى مسكت العصايه من النص، وانا ساعتها اقعد مع فواز اخويا واقول له لو ما اتجوزت السوكه مش هتجوز تاني. عارف يا كوريا دي مش اول مره اجي المنال. اه كل مره بجيها بحس استكشفها اكتر من المره اللي قبلها. ايوه المره دي مؤاخذه معلش، ولا ليا نفسي اعمل فيها اي حاجه. ليه كفاله الشهر؟ تعرفي انا نفسي استكشف مين بجد؟ العلم عند الله. نفسي استكشفك انت يا كوريا. انا؟ ايوه انت. ليه تستكشف فيها ايه بعون الله كده؟ انت طلعتي بنت حلوه قوي يا كوريا، بس للاسف الظروف اللي انت نشأتي فيها مخلياكي مختلفه خالص عن البنات اللي في سنك. خلي بالك خلي بالك. الله يكرمك، ده انا الحلوه ولا بتاع ده، حتى الحلوه بيجزع. بقول لك ايه، سيبك اخويا من الكلام اللي هو بيودي ولا بيجيب ده، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا اما نوقع اللي اسمه مروان ده، هتسيب الولايه اللي اسمها ليلى اللي حبستني دي كده وتروح وخلاص؟ يا كوريا اللي حبسك مروان، يعني انت عايزه تنتقمي من مروان؟ ليلى دي ملهاش لازمه، دي مجرد قلبة نفس. دي واحده بس ردها كده. ماشي. ايوه عماد. ايه ده ايه ده ايه السرعه دي؟ برافو عليك يا عماد. طب اسمع عماد، انا عايز اعرف عنوان نجوان دلوقتي. خلي اللي بيراقب ابراهيم يمشي ورا نجوان ويعرف عنوانها، وكلمني في التليفون على طول وقول لي بليز. طب يا عماد يلا سلام. كان عندك حق لما قلت لي لو عايز تعرف نجوان فين خليك ورا كبداكي. انت عارفه الاستاذ قاعد مع مين دلوقتي؟ مين؟ مع نجوان. ابراهيم قاعد مع نجوان يا كوريا. قاعد مع نجوان المعفن؟ انت طب انت رايح فين؟ استنى خدني معاك. مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت، وانه نصب على اليونان كلها جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات. ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعماله، هخش له تحت بطه وبدراعه اليمين واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، ومادام جاسم عرف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى جاسم قال لي طالما ان هو عرف ان مروان بعتني عشان اقتله يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه. بس انا قلت له بشرط قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجا. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتهم. بص بقى يا ابراهيم انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه، احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجا؟ اه يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي اس ام اس لغايه ما انا اكلمك. خلاص يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامه يا اختي. وبعدين يا هيمو